ربنا تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فاضرب الله لنا الأمثال ويضرب الأمثال يضرب الأمثال والأشبال والنظائر ليقرب لنا المعنى ويقرب لنا الفهم فالقرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب من تمام بلاغتها وبيانها وفصاحتها أنها كلها أمثال وقد ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله ألف مثل تضرب بها الأمثال في المعاني لله المعاني الخفية والمعاني الجلية وكذلك صنع الله في كلامي في كتابي في القرآن الكريم ضرب لكم مثلا من انفسكم ضرب الله لنا شبيها ونذيرا من انفسنا من نورنا من خلق كخلقنا فيما تشهد الميزان فيما ملكت ايمانكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم ما ملكت ايمانكم وهم العزيز والإماء هؤلاء العزيز الذين تملكون والإماء الذين تملكون ما رزقكم الله من رزق ودنيا أن تعتبرون عزيزكم شركاء في مالكم شركاء في أرزاقكم أنتم وهم في هذا المال سواء تتصرفون تصرفا واحدا وتملكون ملكا واحدا أنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم تخافون عزيزكم ومواليكم وإماءكم كما تخافون أنفسكم الأحرار لأن ينازعوكم الشرك في مال في تجارة في زراعة لأن ينازعوكم الشركة في إرث في معاملة إذا كان الأمر كذلك لم تفعلون لله ما يكرهون تجعلون لله ما تكرهون كما جعلتم لله البنات سبحانه فقلتم عن الملائكة بنات وأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل رجله مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به أيمسكه على هون على هوان ومذلة أن يبثوا في التراب أن يألفوه ويكتموا حيا فأنتم تريدون الأولاد وتنصبون لله البنات لكم عزيز لا يملكون معكم شيئا بل هم المماليك تملكونه وأملاكهم وإذا رزقتم رزقا ولو حاول أحدكم أن ينازعكم ملككم الشركة في ملككم لغضبتم في ذلك لو حاولوا أن يجعلوا أنفسهم معكم سواء في الرزق في التصرف فأغضبكم ذلك وأكلفكم ذلك فكيف تقبلون وأنتم خلق الله وحبيب الله وإماء الله خلق من خلقه وحبيب من حبيبه كيف تحاولون أن تكونوا شركاء مع الله في ملكه شركاء في وحدانيته شركاء في إرادته وأنتم هؤلاء تكرهون هذا لأنفسكم الله ضرب مثلا من الإنسان بينه وبين عزيزه وإمائه هم مالك للمال يملكهم وما ملكوا فإذا حاول أحدهم أن يدعي الشركة في مال سيده وقال أنا وليك سواء أغضبه ذلك ولكن سببا لصدق العبد والأمة كيف وأنتم جميعا عبيد الله وممالك الله أتحاولون بأن تشركوا الله في ملكي في إرادتي في وحدانيتي
بأرزاقه، وأن لله شركاء من الجن والملك والإنس بل من الجمادات كما تدعون وتدعمون. يقول تعالى كذلك، أي كما ضرب الأمثال للناس ليفهموا وليروا وليعقلوا، كذلك ضربناه للمثل في الوحدانية وفي الشركاء بين الولي بين السيد وعبيده وبين الله مالك كل شيء ورب كل شيء والذي له مثل السماوات والأرض وما بينهما. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، نبينها نوضحها نذكر مجملها وتفاصيلها، نذكر مفرداتها وجملها لعلكم تعقلون وتعقلون وتقولون يا من ربي الله أينالكم خير ذلك وسعادة ذلك فتموتون موحدين فتفوزون بالرضا وبالرحمة والجنان. قال تعالى بل إبراهيم فيضرب عن الكلام الماضي من فهم وفقد فهم، من ضرب أنفاله وسلمها فقد فاز، ومن ذهب أمامها أعمى لا يبصر أصم لا يسمع مرض القلب لا يبقى، كان كالأنعام أضل هو أضل اسمعوا كلاما آخر بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدينا أضل الله وما لهم من ناصرين. بل هؤلاء مشركون ظلموا فهمهم الشرك، بل هؤلاء ظلموا أنفسهم فشركوا بالله وتجاوزوا حق الله فحق أنفسهم في أن يوحدوا الله فلله الله ولي عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني عن العباد وعبادته، فبينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بل الذين ظلموا أنفسهم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بل هؤلاء الكافرون الظالمون تبعوا أهواءهم نزعاتهم أقاويلهم ومعتقداتهم التي ليس الدافع لها إلا الهوى والغرض إلا النزوة والشهوة بلا منطق من عقل ولا منطق من دليل ولا كتاب من الله ولا رسالة من نبي، وإنما بدا لهم أن يعرفوا بما لم يعرفوا أن يقولوا ما لا يعلمون، فقالوا الغصة وقالوا الباطلة وقالوا ما لا يقبل عقل سليم دفاعا لأهوائهم وامتدادا لظلمهم وشركهم بالله. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، لا علم لهم من سماء ولا من أرض لا من دليل كتاب ولا من منطق عقل وفهم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ولا معرفة بغير علم. فمن يهدي من أضل الله هؤلاء الذين أضلوا الضلالة أضلوا وأضلوا. من الذي يقدر على هدايتهم وقد أضلهم الله؟ يقول الله ذلك لنبيه يقوله لأتباعه ودعاته وعلمائه وغرفته فرسل الأنبياء بعلم الله علم المعرفة بالله وعلم السنة علم رسول الله. العلماء ورثة الأنبياء، من أضله الله لم يصبحه ولم يهديه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين. ورثت الهداية على البشر رسلا ولا غيرهم، إنما على الرسل البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. يقول الله هذا لنبيه
ولأتباع النذير أنتم انشروا العلم، بلغوا الكتاب، انشروا السنة، بينوا ذلك واشرحوا وفسروا، فمن قبل فتاه ومن لا فقد قمتم بما عليكم. فتبقى الحجة البالغة عليهم، حجة الله البالغة تكون على هؤلاء الضالين المضلين. بل الذين ظلموا أهواهم تابعين، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. لا ناصر لهم من غير الله، ولا منقذ لضلالهم إلا الله. ولو علم الله في أنفسهم خيرا لآتاهم خيرا، ولكنهم أبوا إلى الضلال وإلى الإصرار على الضلال، فزادهم الله ضلالا على ضلال، لأنهم ذاك الذي أرادوا فصموا آذانهم عن الوحي، عن الدين، عن الإسلام، عن الأعداء. أقم وجهك للدين حنيفا تقبل بوجهي، جعل وجهك مقيما متفرغا مسددا الى الدين الحنيف، الحنيف المائل للحق والمائل عن الباطل، من لدنك ابراهيم. وسماه الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فرائض واركانا واجبات وسننا رقائق وآذابا. وأقم وجهك يا محمد وتقم أمتك معك وجهها إخلاصها دينها طاعتها عبادتها، تقمها لله الدين الحنيف، في هذا الدين دين الإسلام الحنيفية السمحاء، هذا الدين الذي حق الله به أمة محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله. أقم عليه أن مدة حياة، وخصص نفسك ووجهك واتجاهك له وحده مخلصا له الدين دون مراءة ولا تسميع. هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للناس جميعا. من آمن فقد آمن ونفسه هدى، ومن لم يؤمن فنفسه أضل وما برأ لها. فأقم وجهك للدين حنيفا، والدين هو ما دام به الإنسان وخضع له وتمسك بحقائقه وجعله معتقدا، جعله ينطوي عليه قلبه وسلامه. ولذلك لا يقال عن الأمور الدينية هذه النظريات وهذه الصور وهذه الدراسات، لا يقول ذلك إلا شاك أو مرتاب. ولكن الدين ما دنا به الإنسان مدة حياته، دنا به قلبه ودنت به نفسه واتجه إليه بكليته واختبر به ولم يشرك به أحدا، خالصا لله وحده بقلبه وقالبه ظاهرا وباطنا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، أي هذا الدين فطرة نصر المطلق، فطر الله فطرة الناس عليها، ومعناها أن الله فطر الخلق على الإيمان. خلق الخلق يوم خلقهم لفطرته المؤمنين الموحدين، يوم خلق آدم وذريته في صلبه فقال أمدت بربكم، ثم عندما زرعت الأرواح بالأشباح من كان مؤمنا آمن طائعا آمن الشبح كما آمن الروح، فمن كان كافرا بقيت الروح على فطرتها، فأبى الشبح إلا الكفور والجحود والعصيان.
صفات الله التي فطر الناس عليها فطر الخلق كلهم. وفي الحديث الوارد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم جابر بن عبد الله أبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطاب وآخرين رضي الله عنهم في أحمد في المسند وفي الصحيحين البخاري ومسلم وفي سنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوم خلق الخلق خلقهم وفطرهم على الإيمان فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث القدسي خلقت الخلق وفطرتهم على الإيمان فاجتالتهم الشياطين فبدلوا وجانهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اجتالتهم أبعدتهم فغيرت وبدلت. وفي الحديث الأكثر شهرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صفات الله التي فطر الناس عليها هي الإسلام هي الدين. إن الله فطر العباد يوم فطرهم على الإيمان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة جمعاء ليس فيها جدعاء أي كما تولد البهيمة وهي لا تزال فصيلا من بطن أمها سالمة من الجدع من قطع الآذان وقطع الآناب كما يفعل الجاهليات فيما يفعلونه بحيوانات ويجعلون لله ما يكرهون ويقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم طيبوا الشوائب وفعلوا الفضائل هذا الذي قطعوه وجدعوه وأزالوا الأنوف والآذار. الله يوم خلقهم خلقهم ليسوا بآذانهم وبآنافهم ليست فيهم جدعاء هكذا خلق الخلق خلقهم جميعا موحدين ليس فيهم يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولكن الوالدين عندما جاء بعد ذلك جاءهم الوليد وكبر الوليد وإلى دين ينصران يكبران يهودان يمجسان. وكان عمر رضي الله عنه أيام خلافته يكتب لسفرائه ولأمرائه ولقواد جيوشه يأمرهم بأن لا يدعوا النصارى ينصروا أولادهم وبأن لا يدعوا اليهود يهودوا أولادهم وبأن لا يدعوا المجوس يمجسوا أولادهم. فكل مولود يولد على الفطرة وفطرة الإسلام ولكن البيئة ولكن النشأة يولد الولد مؤمنا يعيش معك في بيت مؤمنا يعيش بين أطرافه مؤمنا وإذا بك تأخذ وتصل لأمريكا ولأوروبا وعند اليهود وعند النصارى وعند الشيوعيين وعند الاشتراكيين وإذا بهم يغيرون دينا من إيمان بالله وبرسالة الله إلى إيمان بالشياطين الدنيا الشياطين الجدود الآلهة كذبا والمتنبهين كذبا مصريين وأمثالهما من الطواغيت ومن أعداء الله والرسل الكرام ومن أعداء الأديان كلها وخاصة دين الحق دين الإسلام. فطرة الله أي الإسلام فطر الله الناس عليها جميعا مؤمنهم وكافرهم ولكن الكافر أضله وضراه ووسطه وزيادته والمؤمن بقي على إيمانه إن وجد أبوة صالحة أو أمومة صالحة فكان ذلك من حسن حظه.
ومن سعادتي أي دنا سواداري فمن شقاوتي ومما قدر الله عليه في سابق أجلي إلى أخي المحبوب فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل خطر وهو بمعنى الأمر أن لا تبدلوا خلق الله لا تغيروا التوحيد إلى الشرك لا تغيروا الإسلام إلى النصرانية إلى اليهودية إلى المجوسية والشيوعية المجوسية تعبد مرس ولينين وجميع هذه أديان جديدة والمستوردات الباطلة هي مجوسية جديدة وهي فساد جديد وباطل جديد كانوا يعبدون النار والظلمة بقوا كذلك ولكن في كل عصر يجعلون لذلك مظهرا فكانوا مظهر الظلمة ومظهر الكفر والشرك في هذا العصر عصر اليهودي وعصر المرأة وتبرجها وعصر الكفر والبعد عن الله عصر الذين يخرجون من دين الله أفواجا كان عصر مجوسية جديدة في الشرك بالله بعبادة أناس جمعوا من الأقدار ومن الأوساخ ومن الظلمات ظلمة الشرك ظلمة العقل ظلمة الحياة ظلمة الإنسانية والكرامة والشرف هم هؤلاء آلهتهم الجديدة الذين عكفوا على عبادة دون الله لا تبديل لخلق الله لا تغيروا خلق الله عن الإيمان والتوحيد الذي خلقهم عليه ومن يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه إن هي إلا أعمالكم يجمعها الله لنا يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليها يقول ابن عباس لقيت دهرا لا أفهم هذه الكلمة المذكورة من القرآن الكريم فطرة إلى أن سمعت بدويا يقول لآخر مثله أنا الذي فطرتها يعني بذلك هو الذي زرعها يتكلم عن نفسه وشكر هو الذي زرعها فهو الذي وقف على قيامها إلى أن أينها وإلى أن أثمرت وإلى أن أنتجت قال لذلك أنت فطرة الله أي الذي ابتدى خلقها لغير مثال سابق والذي أنشأها أول نشوئها لا يقدر على ذلك إلا هو هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فطرة الله فطرة الله التي قطع ما فعليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين الحنيفية الفطرة التي فطر الله الناس عليها يوم خلقهم وفطرهم وأنشاهم ذلك هو الدين القيم الدين الذي يجب أن يدين به كل إنسان القيم ذو القيمة ذو السداد ذو الصواب ذو الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الدين القيم الإسلام هو الدين ذو القيمة وذو الصواب وذو الحقيقة والدين الذي نسخ الأديان السابقة وكانت قد تغيرت وتبدلت ودخلت الوثنية وعبد فيها عيسى ومريم والعيد وقالوا عن أنفسهم أنهم أبناء الله فأصبحت يهودية وثنية ونصرانية وثنية ترك بقية الأوثان وإنما صنفوا تصنيف طبقات كفار وثني من أصل كتابي وثني من أصل يهودي وأصل نصراني ويهودي وثني من أصل أصيل في المجوسية ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم جميع كفار وما أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة
وأن الإسلام هو الدين الحق وأن الإسلام هو الدين القيم وأن الإسلام هو الدين الحنيفي دين إبراهيم الذي قضاه للناس عندما أرسل لهم مجددا خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وعلى آله. لا يعلمون ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فأكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس كافرون أكثر الناس مترددون وشاكون ومرتابون في الإسلام والشك في الإسلام الكفر فضلا عن المتيقن والمنشرح قدره لأن الإسلام دين ليس بصحيح فهو عاش ضالا من بقي كذلك فسيموت ضالا قال تعالى مهدينا إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم شيعا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم حزب بما لديهم فرحون يقول تعالى لخلقه وعباده يأمرهم بالتعلق بهذا الدين القيم بالدين الحنيفين دين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فقال لهم منيبين إليه واتقوه منيبين أي راجعين إلى الله هؤلاء الذين آمنوا بالدين القيم بالحنيفية السمحة بالفطرة التي خلق الله الناس عليها يوم فطرهم خلق من جاءهم فيؤمنوا بذلك منح على كونهم منيبين إليه راجعين تائبين خارجين مما عندهم من شكوك وأوهام ومن باب أولى بما عندهم من شرك وكفر راجعين إلى الله إلى دينه الحق تائبين مما كانوا عليه من وثنية وشرك منيبين إليه راجعين إليه من الإنابة من العودة من الرجوع وتعني كلمة منيب العودة للفطرة التي فطر الله الناس عليها للإسلام الذي خلق الله الناس يوم خلقهم خلقهم مؤمنين مسلمين فبدل الآباء فبدلت الأمهات والأوصاف والبيئات فأفسدت دين الإسلام والإيمان في نفوس الكافرين نمره الكفر فأن الدين في نفسه هيهات هيهات فقد صانه الله عن كفر الكافرين ونفاق المنافقين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظه الله في الصدور وحفظه في الطروس وحفظه قرآنا وحفظه سنة وحفظه شريعة وحفظه لغة كل ذلك وبعد مضي 1400 عام وكأنه لا يزال أصلا طريا فبالقرآن الذي كان يتهجد صلى الله عليه وسلم ويدعو قوما نتهجد نحن وندعو نحن ونتهجد نحن وبالسنة التي كان بها يأمر صلى الله عليه وسلم الخلق كذلك ندعو اليوم ونؤمن اليوم فما بدل شيء ولا غير شيء وحتى اللغة هي ذي لغة القرآن الكريم ولغة محمد صلى الله عليه وسلم عظيم صلى الله عليه وعلى آله منيبين إلي راجعين إلي واتقوا الله من الكفر به وبكتابه وبنبيه اجعلوا بينكم وبينه وقاية من الطاعة تقون أنفسكم من النار ومن عذاب الله ومن المخالفة والمعصية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأقيموا الصلاة بعد التقوى التزاما باللسان يأتي الالتزام بالعمل بعد الشهادتين للصلاة وإقامتها المحافظة عليها في أوقاتها بأركانها بشرائطها بواجباتها بسننها بتلاوتها بأبدارها
في قيامنا شبه ركوعها وجلوسها وسجودها والتكبير والسلام منها. حافظوا عليها دواما وابدا الى لقاء الله. ما ادرى في تركها الا لمجنون او صغير غير بالغ. غير البالغ ايضا يلزم من قتل اوليائه ان يدرب عليها وهو ابن سابع، وان يدرب على تركها وهو ابن عاشر. هذه الصلاه من استطاعها قائما فكذلك، بالله متوكلا فكذلك، فان لم يستطع فجالسا، فان لم يستطع فعلى جنب، فان لم يستطع بالماء فبالتراب، فان لم يستطع ماء ولا ترابا، فبالماء ولا تراب ولا تترك. فلو يسمح الله بترك الصلاه لتركها للمجاهدين والمقبلون على الموت، مقبلون على دفن ارواح وخلقه لله، ومع ذلك امروا بان يصلوا صلاه الخوف. لن تقوم جماعة وتتلو جماعة يقاتل هؤلاء ويصلي هؤلاء. فأخيرا، ولو بتكبيرة ولو بتسبيحة ولو بعين كما يصلي المريض والمشلول الذي لا يستطيع حركة، فليحرك عينه وليصلي بقلبه، ولا تترك الصلاة بحال من الأحوال، لا يتركها إلا كافر أو معتوه أو صغير غير بالغ. اتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا يا أيها الناس ممن أشركوا بالله بوحدانيته وألوهيته وربوبيته وعبوديته. فوحدوا وحدوا عبادته منيبين إليه منيبين عليه واتقوه. واقيموا الصلاة ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم. الدين واحد كما النبي واحد كما الرب واحد. فمن حاول ان يجعل من الدين دينين فقد اشرك بالله. فلا تتفرقوا في الدين، لا تكونوا نصارى ويهودا ومجوسا وبقية الى الكفر. فلا تفرقوا دينكم الاسلامي فتعملون سنة وشيعة وخوارج وقاديانية ودائية وكل تلك الفرق ضالة، الا ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى اله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فرقت النصارى على 71 فرقة، وفرقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن هي هذه الواحدة الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فمن هنا كانت دراسة السيرة النبوية في الحل والترحال، في المنام واليقظة، في الجهاد والسلام، منذ خرج صلى الله عليه وسلم في هذه البطاح المقدسة وهو يقول: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. منذ ذلك الوقت ومنذ ما دعا إليه، فما كان علي أصحابه من المهاجرين والأنصار الأول. هذا هو الدين الحق. هذه السيرة النبوية يجب دراستها ليعلم الإنسان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. وتراجم الصحابة الكرام يجب أن تدرس وأن تغرس وأن تعلم، ليعلم الإنسان كيف يهتدي بهدي رسول الله ويكون في رسول الله أسوة حسنة. ويعلم الأصحاب ليكون على طريقتهم وعلى سننهم، وهو ما أطلق عليه منذ العصور الأولى أهل السنة والجماعة، فنحن منهم. ونرجو الله أن يدعمنا معهم ويحشرنا على دينهم، دين محمد وأصحابه الأول صلى الله عليه وعلى آله. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا أحزابا، كانوا أنواعا. هذا يقول هو خارجي، وهذا يهودي،
وهذا مطران وهذا كيري بل وهذا شيوري وهذا ماسوني وهذا اشتراكي وهذا وجودي كلها ملل باطلة ومذاهب ضائعة مذاهب للشيطان ولطاعة الشيطان ولتفريق الدين ويبقى دينه القرآن الكريم والسنة المحمدية المطهرة. وكيف قبلتها صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأول من المهاجرين الأولين والأنصار السابقين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ومن فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه أحزاب هذه الملل من الملل الكافرة المكشوفة ومن المذاهب التي تدعو الإسلام وهي ضالة مضلة الإسلام بريء منها. هذه جميعا فرحة بطرة تارهة ضائعة ضالة تظن نفسها على شيء فكل حزب من هؤلاء وكل شيعة من هؤلاء وكل طائفة من هؤلاء تظن أنها على شيء فتفرح بطرة وتفرح فيها وتشتم غيرها وتذم غيرها وتنتقص غيرها والنقص والضلال ما هي فيه وتعيش على أساس وعلى أصول.